أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه على تشريف جلالته لمنافسات بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي في بادرة تؤكد اهتمام جلالته ودعمه للفعاليات الرياضية التي تقام على أرض البحرين والتي تبين التطور الكبير الذي تشهده الرياضة البحرينية في العهد الزاهر لجلالته الداعم الأول للرياضة البحرينية، مشيرا سموه إلى أن تواجد جلالة الملك المفدى على خط النهاية وتتويج الفائزين في السباق يمثل أكبر دعم للرياضة البحرينية في رحلتها نحو الترويج لمملكة البحرين وإنجازاتها الحضارية والتنموية. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: شرف كبير أن نتقلد ميدالية سباق الشرق الأوسط للرجل الحديدي من جلالة الملك المفدى عند خط النهاية، الأمر الذي يبعث العزيمة والقوة من أجل مواصلة بذل الغالي والنفيس في سبيل رؤية الحركة الرياضية البحرينية تعيش أزهى أيامها في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى ويحقق أبطالها المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة. وكان جلالة الملك المفدى قد قلد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ميدالية الرجل الحديدي عند خط النهاية بعد أن تمكن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من إنهاء مراحل السباق الثلاثة السباحة والدراجات والجري في زمن 4 ساعات و6 دقائق و51 ثانية، الأمر الذي يؤكد القدرات الفنية العالية التي يمتلكها سموه في رياضة الرجل الحديدي، حيث حقق سموه إنجازات باهرة طوال مسيرته في هذه اللعبة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أنه بات قريبا من تحقيق زمن دولي جديد خاصة في الدراجات وذلك بفارق دقيقتين، مؤكدا سموه بأنه تأثر من الرياح في سباق الدراجات والذي سعى فيه لتحطيم رقمه الشخصي السابق بعد أن بذل جهودا كبيرة في السباحة وأثرت عليه في الدراجات، وقد بات قريبا من تحطيم الرقم الدولي الذي سجله في سباق البحرين بفارق دقيقتين. وقال سموه: أعدكم أن أسجل هذا الرقم مثلما وعدتكم في بطولة العالم التي أقيمت في كونا، وأعدكم بأن يتم تسجيل هذا الرقم في السباقات القادمة. وأشار سموه إلى أن سباق الشرق الأوسط الذي يقام سنويا في مملكة البحرين دائما ما يحفل بمشاركة كبيرة ومتميزة من قبل مختلف المتسابقين من البحرين وخارجها، بالإضافة إلى نخبة من المحترفين والهواة من أصحاب الخبرات العالية، الأمر الذي يجعل السباق مثاليا وتنافسيا بين جميع المشاركين الحريصين على إنهاء السباق بزمن مثالي لتأكيد قدراتهم الكبيرة في مجال رياضة الرجل الحديدي، مشيرا إلى أن سباق الشرق الأوسط حظي بسمعة طيبة وتنافسية عالية، الأمر الذي جعله من أبرز السباقات في المنطقة وأقواها وأكثرها إثارة وتميزا حتى خط النهاية. وقد تواجد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة منذ الصباح الباكر للمشاركة في السباق، ووضع سموه نصب عينيه إنهاء المسابقة بصورة متميزة، وما إن أعطيت شارة الانطلاق لسباق السباحة حتى كان سموه يسابق المشاركين ليتمكن من اجتياز مسافة السباحة في 29 دقيقة و39 ثانية، وفي الدراجات تخطى سموه المسافة بزمن 2 ساعة و20 ثانية، وتمكن سموه من إنهاء مرحلة الجري بسرعة عالية ليقطع مسافة الجري في زمن 1 ساعة و30 دقيقة و43 ثانية محققا المركز الثاني في البطولة. هذا وحقق المتسابق البحريني محمد عيسى الغيص المركز الأول على فئته، كما حقق المركز الأول في فئة المتسابقين الخليجيين. Thank you.
ما في شك والله الحمد يعني وجود سيدي جلالة الملك أعطاني دافع ما تتصور شلون. والله العظيم إن اللي يحتاج جرعة منشط أعتقد أنه بس يشوف جلالة الملك. حقيقة أعطتني قوة وأعطتني معنوية، خلتني اليوم أدي أسرع سباق أديته في تاريخ يعني مشاركاتي في الرايد. ما تعليقك على الأرقام اللي حققتهم في سباق اليوم؟ دقيقتين من الرقم العالمي. يعني أكون صريح معاك، أنت تحلم لا تحقق العلم يا ما تحقق العلم. الفرق في أنك كيف أنك أنت تركب القوة. أنا كنت أبي أحقق بطولة العالم، كنت أبي أحقق الرقم القياسي، لكن ما الله وفق اليوم لأن الأجواء شوي كانت صعبة، الهواء كان أقوى من العام، فأنا خسرت دقيقتين بس من الرقم القياسي. إذا أقول لك الرقم القياسي معناته أنا أوصل مرحلة ما وصلها أي بشر، وهالمرحلة هذه يعني ما توفقت فيها بسبة الجو، لكن دقيقتين يعني إن شاء الله الأرقام معناته أنها أرقام طيبة. الرقم هذا راح أكسره، بقى هالرقم ولما بقى راح ينكسر. طبعا ما في خلاف ان ناصر بن حمد كان على وشك، طالما وصلت الى مرحله تحطيم الرقم معناته القادم افضل. هل معناته ان اصرار سمو الشيخ ناصر راح يستمر الى ان يحقق هذا الرقم؟ ما في شك، انا حلمت اني افوز في بطوله العالم، فزت في بطوله العالم في كونا في هاواي، فمعناته اصريت الحين على بطوله او الرقم القياسي، هذا شيء مو طول عمرك ركز على السباحة وأثر عليك في الدراجات. نعم أكيد يأثر، بس الهواء هو اللي أثر عليك. الهواء كان أقوى من اللازم، فحسبتي كانت صحيحة. الأرقام اللي أنا حطيتها على السيكل بالضبط مثل ما أنا تدربت عليه، لكن سرعة الرياح خفت من سرعتي شوي. كنت تخوف طويل العمر من قبل بأنه بيكون في هواء يوم السباق بيأثر عليك يعني. تقرأ الأرصاد، صحيح الأرصاد كان. طويل العمر التوسع مشاركة البحرينيين، ما تعليقك على هالمشاركة؟ الحمد لله على كل حال أنا فخور بهم، هذه ثمار الحصاد اللي حصدناه في الفكر والفهم والثقافة في البحرين. وين الوعد إن شاء الله طويل العمر؟ إن تشوفنا إن شاء الله مثل ما نوعد كل بحريني وبحرينية. البحرين دائما في العالي. اليوم إحنا كمسؤولين عن الرياضة بنوصل البحرين للقمم العالمية وما في شك. واللي مساعدينا على هذا الشيء هو مو بشغل فردي ولا هو بالفريق اللي معانا، والبحرينيين والبحرينيات عزمهم وإصرارهم يسهل علينا المهمة.